حكم نهائي على ريم النجم بسبب الفيديو الخادش ومطالب بطردها من السعودية. أثارت مشهورة سناب شات والإعلامية السعودية الكويتية ريم النجم جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، وذلك بعد انتشار فيديو خادش للحياء لها. الجديد في الموضوع أن محكمة الاستئناف في الكويت غرمت ريم النجم مبلغاً وقدره 3000 دينار كويتي بعد تسريب الفيديو الراقص لها. صح، الفيديو خدش الحياء بالنسبة لي، يعني أنا ما أحب أظهر بهذه الصورة ولا هذه اللقطة. وأكدت المحامية مريم البحر محامية إلهام الفضالة الحكم الصادر بالإدانة، مشددة على أنها ستطالب بتعويض موكلتها في الدعوى المدنية بمبلغ 100,000 دينار، أي ما يعادل 330,000 دولار. في الوقت عينه تم تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيه ريم وهي ترد على متابع قال لها انقلعي برا الدمام، لترد ريم بالقول نحن السعوديين مو من شيمنا نطرد أحد سعودي أو غير سعودي، مضيفة أنا سعودية أبا عن جد ولي مثلك ينقلعوا برا السعودية. شوفي التعليق، انقلعي برا الدمام، انقلعي برا السعودية حقتنا، انت اللي انقلعي برا السعودية بكبرها حقتنا، لان لما اقول انا حقتنا السعوديين هم راعين الاصل وراعين الفصل، لما يلهم احد ما يقولون لا انقلع، سواء سعودي مو سعودي ما راح نقول لا انقلع. تخيلي احنا السعوديين اللي اصل الفصل ما نقول حق احد، دش دارنا ينقلع، انا قصبا عنك سعودية أبا عن جد سعودية، أنت اللي انقلعي برا سعوديتنا. وتعود قضية ريم النجم إلى نهاية عام 2020، حيث تم تداول مقطع فيديو لها وهي ترقص في غرفة بأحد الفنادق، ما تسبب في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت ريم نجم أنها تعرضت للخيانة وتم نشر الفيديو لها من دون علمها، وقالت حينها اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن اختال من تحتي، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي وما نزل بي، ولا حول ولا قوة إلا بك.